مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. إذا كنت تبحث عن موقع داخل إحدى المتصفحات مثلا تطبيق جوجل وظهرت عندك هذه الصفحة فأتمنى تتابعني، لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على قناتي لينسى يدعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك ولايك ويفعل زر الجرس حتى يوصلك كل شيء جديد من عندي والجديد على قناتي. قناتي اسمها بلين بعيون عربية، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل. في البداية هذا الخطأ أو الفيروس راح يظهر عندنا إذا جينا ندخل على متصفح جوجل كتبنا مثلا أخبار الزلازل، راح ندخل هنا على أول خيار راح تظهر عندي هذه الصفحة. هذه الصفحة مكتوب بها أنه الآيفون مالتك قد تم اختراقه وهذا كل حكي، فحاول أنه لا تدخل هنا. لو اضطريت أنه تدخل وصار عندك مشاكل فتواصل وياي على حساباتي بنهاية الفيديو إن شاء الله أساعدك وأشيل لك إياه، لأنه أنا الصراحة ظهر عندي فحذفته، يعني ما دخلت عليه بس ما كان لازم أدخل عليه وأجد الحل. فأتمنى كل واحد تواجه هذه المشكلة يدخل علي، حسابات راح تكون بنهاية الفيديو أساعده إن شاء الله. أتمنى بنهاية الفيديو استفادتوا، ادعموا قناتي رجاء برلين بعيون عربية باشتراك ولايك وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل أنا حاضر. شكرا للجميع، مع ألف سلامة.